البوتوكس، يا سلام على البوتوكس. ايه هي حقن البوتوكس وايه استخداماتها، وهل ليها استخدام غير انها تقلل التجاعيد وتخليني شباب؟ طيب اكتشفوها ازاي؟ هو ده الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده في حلقتنا النهارده من جوه الصيدليه. يلا بينا. يلا بينا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من جوه الصيدليه. البوتوكس، البوتوكس على فكره هو سم، اسمه البيوتولين. الماده دي بنسب محسوبه قليله كمان ليها القدره على ان هي تمنع انقباض العضلات، بالذات عضلات الميميكا اللي هي عضلات اللي هي ناتجه عن تعبيرات الوش اللي بتبقى موجوده بين الحواجب في الجبهه حوالين العين. ببساطه بيعمل ايه؟ ببساطه بيعمل شلل في العضله، شلل مؤقت، فبتبقى العضله مش بتنقبض. يعني شايفين انا دلوقتي عندي الحاجات دي باينه، لما بتحقن فيها البوتوكس بتبقى حتى لو انا حاولت اعملها ما بتتعملش لان العضله بتكون شبه مشلوله. طيب هايل، البكتيريا دي بتعيش فين؟ البكتيريا دي هتلاقيها بتعيش في الاماكن الغير معرضه للهواء، موجوده في اغلب الاكل المعلب، لكن لحسن الحظ ان البكتيريا دي بتموت مع تعرض الحراره او مع وجود الاكسجين. عشان كده بينصحونا دايما لما بيبقى في اكل معلب ان انت تسخنه على النار لفتره كافيه. على فكره في حاجه جميله جدا، البكتيريا دي موجوده في العسل، عشان كده هتلاقوا كل الحاجات بتنصح ان احنا ما نديش العسل للاطفال اقل من سنه. ليه؟ لان جسمهم لسه مش مؤهل ان هو يتعامل مع البكتيريا دي، فممكن لا قدر الله يعمل لهم شلل في الجهاز التنفسي وتلاقي الولد مات منك وانت مش عارف هو مات ليه، بس بتكون نتيجه ان انت اديت له حته عسل او اديت له حاجه فيها عسل. في العادي حقن البوتوكس سهله والحقن ما بياخدش وقت، لكن لازم نضمن اختيار ان انت مختار نوع كويس جدا، وتختار الدكتور والعيادة اللي انت هتعمل فيهم او هتحقن فيهم البوتوكس. حقن البوتوكس بتاخد تقريبا من 5 لـ7 أيام عشان النتائج تظهر. بيستمر مفعولها على حسب النوع اللي انت مستخدمه من 3 لـ6 شهور. طيب ايه المضاعفات اللي انا ممكن اتوقعها انها تحصل؟ خليني اقولك ان في الحالات العادية بيحصل تورم بسيط مكان الحقنة، وممكن تظهر كدمة بسيطة مكان الحقنة أو تزرق مكانها. ممكن يحصل لأن بعض الناس بيحصل لهم كتير أعراض زي الصداع وأعراض ممكن تبقى شبه أعراض الإنفلونزا. ده طبعا أنا بتكلم على أنك لو عملتها عند دكتور بيفهم وفي مكان كويس، لكن لو تم حقنة البوتوكس في مكان غير مكانه أو استخدمت نوع مش موثوق فيه أو نوع مضروب، ممكن تلاقي السقوط مثلا لجفن العين، جفن العين ده تلاقيه نزل، تشوه في شكل الحاجب لان انت بتحقن حاجه مش مكانها، ممكن تلاقي البق نفسه تعوج او الابتسامه نفسها بقت غير متناسقه. بيحصل كتير جفاف في العين، او على العكس تلاقي افراز الدموع بشكل كبير جدا. وعشان نبقى عارفين، في اكتر من 8 انواع من سم البيوتولين بيستخدموا، بس 2 منهم هم بس اللي ممكن يستخدموا تجميليا. في انواع تانية كتير، الجرعة الواحدة منهم ممكن تسبب الوفاة في نفس الوقت. عشان كده لو سمحت بلاش نسترخص في موضوع البوتوكس، وبلاش نسترخص في مين اللي هيدينا البوتوكس، لأنه ممكن يدمر حياتك. الأصعب من ده كله هو لو حصلت عدوى أثناء الحقن، وهي دي حاجة نادرة أنها تحصل، لكن لو حصلت ممكن يعمل تسمم. أعراضه بتكون إيه؟ أعراضه بتكون ضعف في العضلات في كل الجسم، مشكلات في الرؤية ومشكلات في البلع ومشاكل في التنفس، وبتنتهي بالوفاة لا قدر الله، لأن الجسم بيحصل فيه شلل، بيحصل شلل في الأعضاء الرئيسية ما بتقدرش إن هي تخليك قادر تعيش. طيب هل في استخدامات تانية للبوتوكس غير التجميل؟ طبعا دلوقتي البوتوكس بيدخل في استخدامات كتير جدا جدا جدا. الناس اللي عندهم التعرق الغزير زي الهايبر هيدروسيس مثلا، الناس اللي بتتعرق بشكل كبير ومزلات العرق او منع التعرق ما بيشتغلش معاهم، البوتوكس بيجي معاهم نتيجه حلوه جدا. كسل العين، الناس اللي عندها العين جفن العين نازل لتحت او حاجه او كسل العين، بيدوه الكلام ده، بيدوله البوتوكس عشان يعالج الكلام ده. الناس اللي بيبقى عندها التواء في عضله الرقبه وبيصحوا من النوم وبيحصل معاهم ده بشكل كبير ومستمر، لما بياخدوا حقن البوتوكس ما بيحصلش معاهم الكلام ده. البوتوكس دلوقتي بقى علاج اساسي يمكن في الصداع النصفي المزمن. الناس اللي بيبقى معاها صداع نصفي مزمن مش بيتعالج بالادويه، البوتوكس بقى دلوقتي بيجيب نتائج هايله جدا جدا جدا. والجميل بقى انه هو بيستخدم البوتوكس دلوقتي في التخسيس، ان هو دلوقتي بدل ما بيعملوا ربط للمعده بقوا بيحقنوا المعده بالبوتوكس
فبيقلل من كمية الأكل اللي انت بتاخدها وبيخلي الإنسان يخس وبيبقى كمان أأمن. قبل ما نخلص، ناس كتير بتسأل هو ليه الدكتور دايما أو بناخد معاه بناخد زنك مع البوتوكس. اكتشفوا ان الزنك لما بتاخده ان هو بيسموه زي بوتوكس بوستر، ان هو بيدعم شغل البوتوكس، وان هو بيخلي الديوريشن او المده ان البوتوكس فيها يبقى شغال بتزيد بنسبه كبيره. حاولنا ببساطه نتكلم عن البوتوكس لان هو مش مجالنا، بس عشان كتير من الناس بيطلبوه مننا في الصيدليات، فبالنسبه لكم عشان تفهموا البوتوكس وايه الحاجات اللي انتوا المفروض تعملوها. نصيحتي ليكم في الأول وفي الآخر، اختار النوع، ما يفرقش معاك الفلوس، اختار نوع كويس بغض النظر عن هو سعره كام، اختار الدكتور كويس، وبلاش أرجوكوا موضوع الصالونات أو موضوع الناس اللي بتفتي وبتعمل في البيت. دمتم في رعاية الله وأمنه، ودمتم أكيد 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 في صحة. أشوفكم الحلقة الجاية من جوه الصيدلية. كان معاكم عمرو أبو بكر. باي باي.